مواعيد ثابتة وأماكن مختلفة، رحلة يومية تبدأ مع كل نهار، يتوزعون ما بين الأسواق الشعبية المكتظة بالمارة وتقاطعات المرور. هذا هو حال المتسولين في مدينة البصرة، تجدهم جالسين يطالبون فتات الأموال بذريعة العوز والحرمان، حتى تنوعت طرق التسول هنا وأدخم المجتمع بهم، وتحول الأمر من احتياج إلى مهنة للبعض، تاركين خلفهم العديد من الاستفهامات. ما هي الأسرار التي تقف وراء المتسولين وهذه البهلة؟ استفسارات لم نجد لها أي إجابة صريحة، لذلك قررنا اختراق عالمهم. عشنا تجربة التسول لمدة ساعة كاملة، كانت حصيلتها 25,000 دينار. يتضاعف المبلغ هذا يوميا بتضاعف وقت التسول، والذي يصل عند البعض لأكثر من 5 ساعات يوميا. قبل ماكو، يعني ذاك النظام ماكو بتسولي، ماكو واحد جوعان، يعني خلاص معقول الشعب كله جوعان؟ انا ما جاي تمشي عندها الصوره. ضاعت الحقيقه بين المتسول المحتاج والمتسول ما محتاج، اغلب المتسولين لان هي تجاره يعني، بس احنا نساعد الفقير والمو فقير. دراسات ميدانية أجريت في البلاد ذكرت أن نسبة ما يقارب 60% يتسولون بداعي العمل، والآخرون عوزا بسبب الفقر الذي أصابهم نتيجة الظروف المادية القاسية، وأنه يعتبر طريقا سهلا لكسب المال. أنا أفرق بين المهنة والاحتياج. الاحتياج هذا إنسان مظلوم ويجب الوقوف إلى جانبه، والدولة مسؤولة عن أفقاره والمجتمع، ويجب وضع حد لهذه المأساة. أما المهنة فأنا أعتقد هذا خروج على القانون. تفاقم هذه الحالة جعل من السلطات القضائية أن تشدد على ملاحقة المتسولين واعتقالهم، لأنهم أصبحوا يتكاثرون في الشوارع والتقاطعات بحثا عن المال. أن القانون العقوبة العراقية رقم 111 سنة 69 المعدل اعتبر التسول والتسكع جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام المادة 93. جاء التجديد من قبل مجلس القضاء الأعلى على ضرورة تفعيل هذه المادة. وتنعكس بيئة التسول على المجتمع لتشكل خطرا كبيرا بحاجة إلى معالجتها ووضع حد لها. مصطفى الشمري، قناة التغيير، مدينة البصرة.